السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو قصير آخر عن الـ prediction of hematoma expansion. وده موضوع مهم، يعني which spontaneous intracellular hemorrhage لما يجي لك العيان مين الهيماتوما بتاعته هت expand زي ما قلنا في أول 24 ساعة وخاصة في أول 3-6 ساعات، ومين لأ. ده يعني حاجة مهمة الواحد يعرفها. كلينيكال في بريدكتورز يعني للهيماتوما اكسبانشن، لو العيان كان على انتي كوجيليشن ده طبعا من الحاجات اللي بت بريديسبوز للهيماتوما اكسبانشن. الهاي بلاد بريشر برضه بيساعد على ان الهيماتوما تكسباند، والالي بريزنتيشن بما ان احنا قلنا المعلومه الجوهريه ان الهيماتوما اكسبانشن بيحصل في اول 24 ساعه او اول 3 ل 6 ساعات بالذات. طيب هل غير الكلينيكال في حاجه؟ راديولوجيكال بريدكتور اوف هيموراج اكسبانشن، السي تي بتاعنا ده والسي تي انجيو، في حاجات مهمه قوي، السبوت ساين، السويرل ساين، والفلويد بلاد ليفل. تعالوا كده نشوف ايه الساينز دول. السبوت ساين ده عباره عن ان بيحصل في السي تي اي زي ما نشوف في السورس ايمج هنا، شايفين النقطه البيضه دي اللي جوه الهيماتوما، ها هي دي الكونتراست اكسترافازيشن، كونتراست اكسترافازيشن، وده بيبريدكت طبعا، ده معناه ان في البليدر لازال ايه اوبند، وان الكونتراست خرج منه، فده بيقول ان لازال هناك ليك من الارتري المسؤول عن الهيموج. طيب السويرل ساين، السويرل ساين ده عباره عن هايبو دنسيتي جوه الدنس هيماتوما، شايفين الحته السودا دي، ها هي دي، شايفين الحته الريلاتيف السودا دي، ها تمام. فده طب ده ايه ده؟ ده عباره عن فريش فلويد بلاد، الفلويد بلاد غير الكلوتد بلاد، الفلويد بلاد اللي لسه فلويد يبان اسود في السي تي، لما يكلوت يبيض، لما كلوت يبيض. تقول لي ايه الكلام الغريب ده؟ اقول لك طب انت الفيسلز في السي تي النورمال مش جواها بلاد؟ بتبان؟ ما تبانش، صح؟ ما تبانش، انما وقف البلاد تبان. فالفريش بلاد فلوينج بلاد يبان اسود، فده فلوينج بلاد، لازال العيان بيبليد تحت السكانر، فده بيبريدكت الايه؟ الهيماتوما اكسبانشن. طيب الفلويد بلاد ليفل ده بقى مش بيبريدكت بس، ده كمان بيقول لك ان العيان ده كواجلوباسي، حتى لو انت بعت له اي ان ار وطلع نورمال قول اللاب انتوا ده غلط، الهيماتوما دي اللي عند العيان بتاعت كواجلوباسي، تمام؟ اللي هو الفلويد بلاد، عشان العيان نايم على قفاه فده الفلويد ليفل بيبقى كده هوريزونتال. وحاجه طبعا ريليتد للموضوع ده، لما العيان يجي بورفارين، لما يبقى عنده انترا كرين هيموريدج ويجي في ايرلي برزنتيشن، انت بتاخد وارفارين؟ باخده مريفان، مش هو طبعا قريبه، او لو هو في نفس ان هو يرد على طول اديله فريش فروزن بلازما، بلاش البراكتس بتاع ان انا استنى الاي ان ار، يعني ما عيان جاي بانترا سيبرا هيموريدج وبياخد ورفارين تمام ومش هايبرتنسف، يبقى اديله على طول، وبعد كده يعني اسحب الاي ان ار، ادي فريش فروزن بلازما، وابقى ايه ده، حتى لو اي ان ار طلع طبيعي عيده تاني. عيده تاني تمام. وده في الوارفرين انديوست هيموريدج، انا بسمي ان الهيموريدج ده ويندو زي الاستروك بالظبط، ها اتس هيموريدج ويندو، اول ما يعني لازم تبقى سريع جدا علشان الهيماتوما بتكسباند، ده هو الريفرس اوف انتي كوجوليشن، الفرق ما بين فريش بلازما والحاجات التانيه هو سرعه الريفرس، سرعه الريفرس. والى اللقاء ان شاء الله باذن الله في فيديو قصير اخر في Pearls in Neurocritical Care. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.